ويا هلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين وحياكم الله وين ما كنتم على أثير إذاعتكم ألف ألف أفم. معكم أنا من خلف المايك هاني المهندس. وطبعا أحلى تحية لمخرجنا جابر لهذه الفترة. حياك الله يا جابر في طاقم إذاعة ألف ألف أفم. طبعا برنامج طبابة يعني بكل ما هو صحي، كل ما هو حياة صحية، ونقول طريقة حياة صحية ممكن نتكلم عنها عشان تكون أنت بأفضل حال وبأفضل وضع في حياتك اليومية إن شاء الله. طبعا بنتكلم اليوم عن شغلة خاصة بالأمهات، وطبعا سواء أمهات جدد في حكاية الأمومة أو غير جدد، طبعا عندهم أولاد طبعا بعمر أو أطفال صغار رضع أو من فترة الولادة إلى الإرضاع. حنتكلم عن موضوع جميل، وطبعا هذا الموضوع كان شاغل أقدر أقول الـ 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 الساحة كلها تقريبا الأسبوع الماضي فيما يخص الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها. طيب إحنا عنواننا حلقتنا اليوم لننهض بالرضاعة الطبيعية، وفي سبب. طبعا مع الأسبوع الماضي أقدر أقول أنه دشن التحالف العالمي لتفعيل الرضاعة الطبيعية الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية لهذا العام تحت شعار اللي هو لننهض بالرضاعة الطبيعية، بنفس اسم عنواننا اليوم اللي هو النهوض بالرضاعة الطبيعية نثقف وندعم. ويهدف شعار هذه السنة إلى تقوية الجهات الفاعلة اللي يتعين عليها حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وتوفير الدعم الكافي لها، طبعا على مختلف المستويات في جميع المراحل ابتداء من فترة الحمل حتى مرحلة الولادة وما بعدها. وطبعا هذه الجهات الفاعلة هي الأساس لما يعرف باسم السلسلة الدافئة لدعم الرضاعة الطبيعية. طبعا غير كده الرضاعة الطبيعية معروف أنه هي الطريقة المثلى لتغذية الطفل خاصة خلال الستة شهور الأولى من عمره. حليب الأم هو الطعام المثالي للرضيع، فله خصائصه اللي تميزه بحسب احتياجاته اللي طلبها نموه. طبعا اثبتت الابحاث سواء قديم او جديد انه اللبن او نقدر نقول لبن الثدي مليء بالفيتامينات بالمواد الغذائيه البروتينات المعادن اللي بتساعد الطفل على اكتمال نموه وبناء اجزاء جسمه بالشكل الصحيح. والرضاعه الطبيعيه يعني اهميتها مو بس على الطفل، حتى على الام من الناحيه النفسيه والجسديه وايضا الصحيه. وطبعا للحديث اكثر عن هذا الموضوع معانا اليوم وجدا سعيد انه منضمت لنا اليوم في برنامج طبابة رئيسة مجلس طبعا جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها الدكتورة فاطمة جعوان. دكتورة فاطمة يا هلا وسهلا فيكي. الو دكتور فاطمة معانا؟ الو. طيب احنا بنعيد التواصل مع دكتورة فاطمة، يمكن في مشكلة بس في التواصل. بس زي ما قلت لكم انه طبعا حلقتنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية، وطبعا حيكون عندنا في اي لحظة من اللحظات الدكتورة طبعا فاطمة الجعوان. ودكتورة فاطمة الجعوان زي ما قلت لكم طبعا هي مهتمة جدا للحديث عن الرضاعة الطبيعية وخاصة خلال اسبوع الرضاعة. طبعا هي رئيسة مجلس ادارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها، زي ما قلت لكم رئيس مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها. وغير كده يتحقق هذا الهدف الخاص طبعا من خلال موضوعنا اليوم اللي هو الرضاعة الطبيعية بعدة أهداف. ولكن أتوقع معانا الآن الدكتورة فاطمة الجعوان على الخط. دكتورة فاطمة معانا؟ اي نعم معكم. حياك الله استاذ هاني، واهلا بك وبالمستمعين الكرام، وشكرا للمقدمه اللي تدل على اهتمام ووعي بدوركم كاعلاميين في توعيه الناس باهميه الرضاعه الطبيعيه ودورها في الحفاظ على صحه المجتمع بجميع شرائحه. الله يعطيك العافيه دكتوره، وسعيدين مره انه بالرغم من وقتك واختلاف التوقيت بيني وبينك في السعوديه وبرا السعوديه، ولكن كنت جدا كريمه انك تكوني معنا في حلقه اليوم للحديث اكثر بما انك رئيسه مجلس اداره جمعيه الرضاعه الطبيعيه وعضو مؤسس لها ايضا. نبغى نتكلم في البدايه دكتوره فاطمه، ليش اسبوع الرضاعه بالتحديد هذا اللي فات؟ لو تكلمين عنه اكثر. نعم يعني أولا عشان نقول ليش من منطق التحالف الدولي وليش من منطق السعودية.
احنا لو نبدا ببلدنا اول، في عام 1437 صدر قرار مجلس الوزراء الكريم بانشاء جهه مجتمعيه جمعيه تعنى بالرضاعه الطبيعيه وتقوم بدور داعم للدور الجهات الحكوميه والمستشفيات في التوعيه بالرضاعه الطبيعيه. ممتاز. وكان هذا القرار صراحة له دور كبير في النهوض بإذن الله بالرضاعة الطبيعية في بلدنا الكريم. طبعا بلدنا مثل أي بلد في العالم يرى ما تأثر به الرضاعة الطبيعية على صحة الأم وصحة المجتمع. فمثلا في أحد الدراسات في بريطانيا مثلا، نعم، وجدوا أن منع أن الرضاعة الطبيعية لو زادت مدتها من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع فقط، أسبوعين فرق، فإنها بتوفر تقريبا 11 مليون جنيه استرليني بحماية الأطفال من الأمراض المعدية، لأنه بتزيد المناعة طبعا أكيد بحكم المواد الغذائية اللي يحتاجها الطفل بالكامل، وهي الطعام أقدر أقوله الأساسي لنمو الطفل. نعم صحيح. سبحان الله، اللبى اللي يأخذه الطفل أول ما يولد من أمه للساعة الذهبية اللي هي احتضان الطفل ورضاعته في الساعة الأولى من الولادة أقوى من أي تحصين أو تطعيم يعطى للطفل. فعلاً. وتغلف سبحان الله الرضاعة الطبيعية، المواد اللي فيها تغلف الجهاز الغشاء المخاطي للأمعاء وتمنع من تغلغل أو دخول الجراثيم إلى الأمعاء، فبالتالي تمنع بإذن الله النزلات المعوية. فهذه القيمة الاقتصادية طبعا احنا القيمة الصحية مهمة، لكن القيمة الاقتصادية لو ترجمناها عندهم 11 مليون جنيه استرليني. نعم. لو جينا للجانب الام، 38 جنيه استرليني في السنة بسبب منع سرطان الثدي، يعني هم حسبوها سنويا بسبة الرضاعة. نعم، بس فقط في زيادة مدة الرضاعة. ممتاز. ما تمنعه بإذن الله الرضاعة الطبيعية سنويا على مستوى العالم 20,000 وفيات أمهات بسبب عدم الرضاعة. لا، بالرضاعة بإذن الله. بالرضاعة طبعا دكتورة، في يعني في شيء إضافي لكلامك، حقيقة معروفة إنه تبدأ الرضاعة الأولى في حياة الطفل متى استطاعت الأم، وذلك بعد مرور ساعة واحدة على عملية الولادة. هذا إيش معناته؟ إنه فائدة مباشرة للأم وللرضيع الطفل، يعني حاجة كبيرة بالمرة ما نستهين فيها. صحيح بإذن الله، وحنركز عليها في حديثنا. ما تمنعه بإذن الله الرضاعة الطبيعية أيضا 883,000 وفاة في السنة. ما توفره الرضاعة الطبيعية 302 بليون سنويا. بليون. أي نعم. وأيضا نسبة السمنة لدى الأطفال، وإحنا طبعا نشوف حتى في بلدنا وفي أكثر في بلاد كثيرة أن نسبة السمنة عند الأطفال قاعدة تزيد بسبب طبعا من أحد الأسباب الرئيسية هي عدم الرضاعة الطبيعية أو قلة المدة اللي تقوم فيها الأم بالرضاعة الطبيعية، والاعتماد على البدائل التي لا يعني توازي الرضاعة الطبيعية في القيمة الغذائية والمناعية، وكونها غذاء أساسي هو الأساس. إحنا كبشر أساسنا نرضع من الأم، وتبديله ببدائل غير هي ليست هي الأساس وليست هي الأصل أدى إلى مشاكل صحية كثيرة. سبحان الله، لأنه حاجة خارج عن الطبيعة، كل شيء ما كان طبيعي كل ما كان ماشي صح. الفورميلاز والأشياء اللي من برا هذه الأم بتحرم نفسها وتحرم طفلها من هذه الفائدة مع الأسف. نعم صحيح. وإحنا الحمد لله بلدنا من البلاد التي وقعت على مدونة نظام يعني تداول بدائل حليب الأم، وأشادت بدور الجهات المختلفة منها دور الإعلام، وإن شاء الله بإذن الله أنتم وأمثالكم تقومون بهذا الدور بشكل مكثف وعلى طوال العام. لماذا
يعني الحمد لله الإعلام عندنا الإعلام الرسمي ملتزم بالمدونة بأنه ما يطلع دعايات لبدائل حليب الأم ولا في نشوفها في أي مكان، لكن نحتاج خطوة أساسية أيضا هذه من ضمن المدونة بالتثقيف مثل طبعاً. حلقة اليوم صح يا دكتورة، طبعا لا يوجد حب كحب الأم ولا يوجد طبعا غذاء كحليب الأم. دكتورة فاطمة حنطلع طبعا كالعادة فاصل بسيط وبنرجع نكمل في موضوعنا اليوم، وعندنا كثير أصلا من التوضيح ومن التثقيف فيما يخص لننهض بالرضاعة الطبيعية. معانا لسه دكتورة فاطمة الجعوان رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها. بس أذكركم اللي حاب يسأل سؤال أو استفسار خاص بحكاية الرضاعة الطبيعية من الأمهات أو الآباء، كل اللي عليكم ترسلون على واتساب إذاعة ألف ألف 055-66-89-001 وحملوا تطبيق ألف ألف فم عشان تسمعونا بأحسن جودة في مكان. نطلع معكم فاصل راجعين. ومكملين معكم أعزائي المستمعين بموضوعنا اليوم الخاص بأسبوع الرضاعة الطبيعية اللي كان بمسمى أو الاسم اللي طبعا تم اختيار لي هذا الاسم لهذه السنة لننهض بالرضاعة الطبيعية. عنوان حلقتنا اليوم لننهض بالرضاعة الطبيعية، طبعا معانا الدكتورة فاطمة الجعوان رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها. والاستفساراتكم زي ما قلت لكم كل ما عليكم ترسلون بالواتساب على 055-66-89-001 فيما يخص الرضاعة الطبيعية. دكتورة فاطمة معانا؟ معكم حياك الله. يا هلا دكتورة فاطمة، احنا وصلنا الموضوع الإحصائيات اللي تكلمتي عنه بالنسبة للابن وبالنسبة للأم، حلو؟ ولكن بالنسبة لأسبوع الرضاعة هم اختاروا أو تم اختيارنا التحالف الدولي اسم لننهض بالرضاعة الطبيعية، حلو؟ طيب اختيار الاسم أكيد جال سبب، هل في انخفاض عالمي أو عندنا في الخليج العربي وفي السعودية انخفاض ملحوظ في حكاية اللي هو الرضاعة الطبيعية؟ طبعاً لو لاحظنا مثلا الإحصائيات في موقع الـ WHO واليونيسيف نشوف أن بعض المنطقة بعض دول منطقة الخليج والدول العربية حتى ما عندها إحصائيات موجودة على الموقع. إحنا عندنا في السعودية موجود الحمد لله إحصائيات متوفرة عندنا، لكنها متراوحة بين المدن ولا نقدر نقول أنها مجتمعية 100% تقريبية على نقول. أي نعم نقول تقريبية، وفي مناطق ما شاء الله أعلى من مناطق. هدفنا بإذن الله وهدف الرؤية أن 2025 نكون وصلنا إلى 50% ممتاز من الأمهات إن هم يرضعون بإذن الله رضاعة حفرية. طيب لمدة 6 أشهر. لمدة 6 أشهر هذه مينيمم على الأقل. هو طبعا سؤالي هي نعم هي هو في الرضاعة الطبيعية الطفل أو الرضيع لا يحتاج إلى أي غذاء عدا حليب أمه من يوم الولادة حتى إتمام 6 أشهر، حتى نقطة الموية ما يحتاجها في الجو الشديد الحرارة ما يحتاج شيء أبدا ما عدا حليب الأم، اكتفاء بالكامل. فهذه نسمي نعم هذه نسميها الرضاعة الحصرية، هذه اللي توصي بها جميع المنظمات، هذه تقول أقل شيء عشان نحمي الطفل ويكون بصحة جيدة نرضع رضاعة حصرية لمدة 6 أشهر. بعد 6 أشهر نبدأ ندخل التغذية التكميلية إلى سنة كاملة يوصى بالرضاعة من جميع المنظمات. طبعا اليونيسيف والدبليو اتش او توصي بسنتين. جمعية طب الأطفال كانت توصي بسنة، والآن هذه السنة غيروا وصاروا سنتين مثل بقية المنظمات. طبعا في السنة الأخيرة تكون داعم وليست مثل الاعتماد الرئيسي مثل السنة الأولى. طبعا الأهم احنا قلنا كل الفترة مهمة، حولين كاملين كما ذكر في القرآن الكريم. سبحان الله، يعني كل ما يعني يدلنا به الله سبحانه وتعالى ويرشدنا إليه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآن الطب أثبت أن هذا الحولين الكاملين مهمة جدا لصحة الطفل ولصحة الأم. ممتاز. مثلا لو تكلمنا عن صحة الأم كلمة الحولين الكاملين، نعم. كلما أرضعت الأم عدد أكبر من الأطفال
حولين كاملين أطفالها تزيد وقايتها وحمايتها من سرطان الثدي بإذن الله وسرطان المبيض. ممتاز. فهي علاقة طردية. نعم. نعم. يعني علاقة طردية سواء للأم أو للطفل. طبعا فهمت من كلامك نعم. دكتورة فاطمة أنه 6 أشهر يكون الطفل أو الرضيع معتمد بالكامل على حليب الأم، لا أكل ولا موية ولا شيء، ويكفي بس طبعا لو حليب الأم المفترض. بعد 6 نعم. أشهر يبدأ الداعم أو الأغذية الداعمة مع حليب الأم نعم. بعدها لما يوصل نعم. سنة يكون نفس الإرضاع الخاص بحليب الأم، يكون يعني هو الداعم يعني مو أساس نعم. صح ولا لا؟ أيوة يبدأ يقل كغذاء ما يكون هو الغذاء الرئيسي إلى أن يكون مرحلة الفطام على السنتين. دكتورة نعم. جاكي سؤال من أحد المستمعات بتقولك دكتورة فاطمة أنا لدي طفلتين من ولادتهم ولكن ما أرضعتهم أبدا، والسبب خوفي من أخذي لعلاجات معينة كانت تؤثر أو يمكن كانت تؤثر على الرضيع، فإيش رأيك في كلامها؟ طبعا الآن يعني قبل ما نوصي أي أم أنها ما ترضع أو ترضع بسبب الأدوية نكون عارفين أن أغلب الأدوية آمنة على الرضيع، يعني ما تأثر أنها ما تجي على حليب أغلب الأم. أغلب الأدوية آمنة، مثلا الأدوية الكيميائية، الأدوية اللي هي حقة الكيماوي اللي يعطى لمرضى السرطان طبعا غير آمنة، بعض الأدوية المشعة غير آمنة، بعض الأدوية القوية يعني معروفة أنها والأطباء يعرفون، وفيه مواقع مختصة بأمان الأدوية حتى الناس العامة تقدر يعني تدخل عليه وتشوف الموقع هذا وتعرف هل هذا العلاج آمن أم لا ودرجة الأمان، بس هو باللغة الإنجليزية. طبعا من نشر الثقافة في المجتمع ممكن ننشر هذه الأشياء ونساعد بإذن الله، ويكون معنا ممكن مبرمجين يبرمجون أو يحولونها إلى اللغة العربية ويسهل على عامة الناس كما هم في المجتمعات الأخرى اللي تتحدث اللغات الأخرى عندهم نفس الرابط هذا أو التطبيق بلغتهم، فإحنا بإذن الله ننهض ونصل إلى هذه المرحلة. لكن حاليا عندنا فأحيانا يكون حرص في غير مكانه، يعني دواء آمن جدا ومع ذلك يقول الطبيب لا ترضعين. احنا في الـ في الـ في, الـ في هدف الاسبوع هذا. طيب بحكم طبعا فرق المسافات بيننا وبين دكتورة فاطمة انتم ملاحظين بقطع الخط، ولكن احنا تاني مرة حنرجع نتصل. طبعا دكتورة فاطمة كانت بترد على السؤال بالنسبة لحكاية الأدوية وطبعا اللي بيصير تأثيرها على حليب الأم. انا دكتورة بتقول في مواقع معينة حتكون في المستقبل موجودة عشان حكاية اللي هو طبعا اوكي في حكايه اللي هو ممكن انها تاثر على الرضيع وفي ادويه ما تاثر اكثرها امان، ولكن بتقول في مواقع معينه ممكن نروحها ونتكلم عن هذا الموضوع. طيب احنا بنحاول الان نرجع اتصالنا مع دكتوره فاطمه الجعوان، بنطلع معاكم فاصل وبنرجع لكم. بس اذكركم رقم الواتساب من اجل استفساراتكم على 0556689001. معاكم من خلف المايك انا هاني المهندس، بنطلع شوي وبنرجع لكم، لا تروحوا بعيد، مكملين مع موضوعنا مع لننهض برضاعة طبيعية. ومكملين معكم أعزائي المستمعين ومع عنوان حلقتنا لليوم لننهض برضاعة طبيعية مع دكتورة فاطمة الجعوان رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها. طبعا معكم من خلف المايك كان المهندس، ومن أجل تواصلكم بأسئلتكم على واتساب إذاعة تلف ألف أف أم كل اللي عليكم تكتبون السؤال وتبعتوا على الواتساب الخاص بالإذاعة 0556689001. دكتورة فاطمة معنا. معاكم الله يحييك. دكتورة فاطمة يمكن عشان فرق المسافات ترى طبيعي يكون في مشكلة في الشبكة، فمعليش. كويس نحن تواصلنا معك على طول. دكتورة فاطمة كنا بنتكلم عن موضوع الأدوية وتأثيرها على حليب الأم، وحضرتك قلتي في مواقع معينة تكون مسؤولة عن هذا الموضوع على أساس أنه كيفية أمان الدواء، ولكن في شغلة ثانية بسيطة اللي هو البريسكريبشن اللي هو طبعا اللي يجي مع الدواء اللي مكتوب فيه التحذير الموانع،
دائما يكتبوا الحامل والمرضع في يعني تحسي سكشن أو مكان معين كامل بالحامل نعم. والمرضع، فكل الأدوية ما قصرت من هذه الناحية في وجهة نظري. نعم، تكتب في الوصفة مثلا مكتوب أن الحامل والمرضع مثلا إذا كان آمن يكتبون درجة الأمان، وأحيانا يقولون تراجع الطبيب. من الأهداف حقة الأسبوع هي تعريف وترسيخ، يعني لما تكون موجهة الآن مثلا لأطباء الأطفال، أطباء النساء والولادة، خصوصا أطباء الأطفال هم اللي يقولون، يعني الأم تلجع لهم لما تكون مرضع وتسأل عن الحليب، هل هو آمن، هل هالدواء آمن مع حليبها، هل تقدر ترضع وهي تعطيه. فإذا هنا حنا نقول للأطباء ونساهم معاهم في أن ننشر الوعي بأن غالبية الأدوية آمنة مع الرضاعة، ارجعوا للمراجع الطبية الموجودة المتاحة اللي تبين لنا أمن الدواء، هل هو آمن أو لا، ودرجة أمانة عشان نعرف نوصف الدواء بشكل آمن. يعني ممكن أم تحرم مثلا من دواء معين، مسكن للألم، دواء كحة، دواء معدة للغثيان، أو مثلا للحرقان، أدوية بسبب أنها ترضع وهي تستطيع أنها تكمل الرضاعة، هذا ممكن يؤثر على الرضاعة الطبيعية. ممكن تذكر الأقوال القديمة وش تقول؟ الأقوال القديمة تقول إيش ما تأكل الأم يروح على حليبها. صحيح، هو كفوائد نعم، حتى لكن سبحان الله نعم. الأدوية بعضها يكون لها ما تستطيع أنها تعبر للحليب بسهولة حسب وزنها، حسب المحتوى اللي تحتويه، وبعضها إذا عبرت الحليب ودخلت في معدة الطفل لا، يعني سبحان الله الكمية الضئيلة جدا اللي يمتصها الطفل ما تروح حتى لدمه، فالنسبة قليلة جدا وضئيلة، حتى في بعض الأدوية اللي يعني عليها التحليرات نسبة قليلة جدا، وممكن توجه الأم بأنها مثلا تأخذ ترضع الطفل أولا ثم تأخذ الدواء وتنتظر وقت معين حتى يكون دواء الحليب آمن. ممتاز. فبإذن الله من يعني من الأدوار المهمة جدا حتى يستمر طبعا في أسبوع الرضاعة، زي ما تفضلت وقلت في المقدمة أن الحلقة الدافئة وأهمية الحلقة الدافئة، هي الحلقة الدافئة اللي نبغى نثقفهم ونبغى يكون عندهم وعي تام بالرضاعة الطبيعية حتى تستمر حولين كاملين. نبدأ بالأطباء في النساء والولادة، في غرف الولادة، في اللي يقابلون الأمهات أثناء فترة الحمل، ويركزون على تحفيزها وتوعيتها بأهمية الرضاعة. يعني هذه نسميها الجهات الفاعلة؟ نعم، هذه الجهات الفاعلة، وكيف إحنا كمجتمع ندعم هذه الجهات الفاعلة. طبعا الجهات الفاعلة يمكن أنت اطلعت عليها من خلال ما يعني من خلال إلقائك ما شاء الله، العاملين في مجال صحة المجتمع اللي هم مثلا مراكز الرعاية الصحية الأولية، القابلات واللي موجودين. احنا طبعا في مجتمعنا ما في قابلات مستقلات، هم يتبعون للمستشفيات. صحيح. أطباء الأسرة والممارسون العاملون، يعني طبيب الأسرة اللي موجود في المركز الصحي واللي موجود في المستشفيات. نعم. والأطباء الأطفال أيضا مهمين جدا جدا، يعني أطباء الأطفال من الجهات اللي تستهدفهم الشركات أو التسويق الجائر لبدائل الحليب الأم. طبعا الشركات هذه تسعى إلى مصلحتها المادية أكيد طبيعي. نعم. وبلد مثل بلدنا ما في إعلانات في التلفزيون، ما في إعلانات في الإذاعة، ما في إعلانات، ولكن في تسويق بطرق أخرى. نعم، في تسويق بطرق أخرى، في هدايا للأطباء، تسهيلات لهم، عدد الوصفات اللي توصف لهذه شو اسمها الوصفات الحليب، أو توصل أم كل ما قدرت تقنع الأم بأنها تغير، خليها عندك وارتاحي اليوم وحطي له من هذا الحليب الفورميلا، شوفي كيف حيكون فيه تأثير حلو. التسويق الناعم هذا اللي يعملوه بعض الناس معروف، ولما يجي البيبي بإسهال أو نزلة معوية أو طفح جلدي يا دكتورة، الطفح والتحسس كمان
وقفي الرضاعة، مع إن الرضاعة الطبيعية أحسن للطفل أثناء هذه النزلات المعوية، مع زي ما تفضلت الطفح الجلدي والحساسية، الرضاعة الطبيعية تدعم المناعة وبالتالي يقل أمراض الحساسية، الربو، الحساسية الجلدية، الأكزيما بجميع أنواعها، الأمراض المستقبلية كلها بإذن الله يتخفف منها أو تقلل من حدوثها الرضاعة الطبيعية. فتوعية الأطباء بدورهم الرئيسي، والحمد لله القوانين عندنا داعمة، ونسمع كثير أن الأطباء الفلانيين أوقفوا وجاهم تنبيه أو بسبب أنهم اخترقوا القانون. القانون موجود على موقع هيئة الخبراء، موجود على موقع وزارة الصحة، ويستطيع جميع الأطباء الاطلاع عليه. يعني ما في أحد يقدر يقول أنا والله ما أعرف أنه ممنوع، لا ممنوع وفيه عليه عقاب. وبالتالي احنا نعرف ان الشركات تدفع ملايين من اجل انها تسوق للحليب لمنتجاتهم. احنا ايضا يجب ان نكون نتكاتف ونساهم في التوعية الصحيحة للسيدات في المجتمع، ودورنا كأطباء رسالة إنسانية نحمي المجتمع وننهض بالصحة. نحمي المجتمع فعلا، ونقول لهم المنتج البشري لا ينضب، لأنه في النهاية إحنا بشر. والطفل محتاج حنان أمه. دكتورة، في سؤال جدا مهم حابين فعلا لو سمحتي طبعا تركز عليه شوية في النظر للسيدات من أجل التوعية. الرضاعة الطبيعية وش أهميتها للأم نفسيا وجسديا وصحيا؟ عشان فعلا هي ممكن تقتنع بالفورمولا أو بالحليب هذا الصناعي، ولكن إيش هي حيجيها أصلا من إيش الفائدة اللي بيجيها أصلا من الرضاعة الطبيعية لو ممكن تنبهينا؟ أولا في بداية الولادة الأم لما ترضع طفلها يطلع منها هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسن. هرمون الأكسيتوسن هذا بيساعد على انقباض الرحم بكفاءة أكثر، هو ينتج طبيعي حتى لو ما رضعت موجود، لكن يكون بقوة أكثر وبالتالي يقلل من النزف اللي بعد الولادة. نعم ممتاز. والعلاقة زي ما تفضلت، العلاقة القوية بين الأم والارتباط بينها وبين طفلها اللي ترضع رضاعة طبيعية. سرطان الثدي من الأمراض اللي تتأثر كثيرا بالرضاعة الطبيعية تأثرا إيجابيا. سرطان المبيض كمان. الوزن، وزن الأم، الأم المرضع تخسر يومياً 500 سعرة حرارية. شكراً لك، أنت قلتي هذه المعلومة، لأن الأمهات عندهم تفكير مختلف، يفكر رضاعة حتخرب جسمها مو أنها تحسن جسمها. طيب بالنسبة لأحياناً بعض الخرافات الموجودة اللي تقول أن الثدي ممكن يترهل. أي نعم. في دراسة في المجتمع الأسترالي قارنت بين الأمهات المرضعات والأمهات الغير مرضعات، وجدوا أن الأم المرضع الترهل عندها أقل. صح. لماذا؟ لأنها وهي ترضع الوضعية حقتها في الرضاعة وضعية صحيحة تساعد على بناء العضلات والجسم بشكل أفضل، والاحتفاظ بالشكل حق نفس الثدي أنها بتحتفظ فيه أثناء الرضاعة. فعلا نعم، لأن النزول لما كانت حامل هو الثدي يكبر ويتمدد مع الحمل سبحان الله، يعني استعدادا للرضاعة. فإذا رضعت الأم يكون النزول من الحجم الكبير إلى الحجم الطبيعي اللي بدون حمل يكون تدريجي على مدى السنتين. صح. لكن لما تكون فجأة نزل هذا اللي سبب الترهل أكثر من أن والزيادة الحجم هذه هرمونية. يعني هو شوفي دكتورة، تحت قنوات الثدي وغدده يعني عادي. نعم. خلال الأيام الأولى على قدر قليل من اللبن طبعا والحليب ما. صحيح. يحتاج أكثر من 3 أو 4 دقائق بس أن الطفل امتصها، فبالتالي أنها ما بتجلس ما بتنفخ الثدي، فهذا كله كلام. صحيح. فاضي، وكلها هذه زي ما يقولوا إشاعات طلعها الناس عشان إيه ما يشجعون على الرضاعة الطبيعية، وهذه كلها أشياء إحنا لازم طبعا دكتورة أنتوا دوركم أنكم تثقفوهم وتدعموهم من جهلهم عشان فعلا هذا الشيء يستمر. دكتورة فاطمة، إحنا بنطلع فاصل بسيط كالعادة وبنرجع مع فقرتنا الأخيرة، ودكتورة فاطمة الجعوان مكملة معانا، رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها بحلقتنا اليوم لننهض بالرضاعة الطبيعية. معاكم هاني المهندس وبرنامج طبابة، مكملين معاكم.
وأعزائي المستمعين، وصلنا معكم الآن للفقرة الأخيرة ببرنامج طبابة، برنامجكم الطبي الأول على أثير ذاعتكم ألف ألف أف أم. عنوان حلقتنا اليوم: لننهض برضاعة طبيعية، مع دكتورة فاطمة الجعوان، رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية وعضو مؤسس لها، ومعكم من خلف المايك كان المهندس دكتورة فاطمة. يا هلا والله دكتورة فاطمة. حابين نعرف، الله يحييك يا رب دكتورة فاطمة، ودنا نعرف كيف الجمعية أو كيف فعلت جمعية الرضاعة أسبوع الرضاعة. طبعا احنا عارفين الأسبوع المنصرم طبعا الماضي، وبالتحديد يوم الثلاثاء كان اللي هو أسبوع الرضاعة، وهو بعنوان لننهض برضاعة طبيعية. كلمينا أكثر عن كيف فعلت الجمعية الخاصة بالرضاعة أسبوع الرضاعة، وبالتحديد أنه أنت رئيس المجلس، يعني تكلمينا أحسن شخص تكلمنا عنها. بإذن الله الجمعية قائمة بأعضاء كثر ما شاء الله، واستشاريات مختصات في الرضاعة الطبيعية عندنا في السعودية ولله الحمد. الآن تجاوز العدد 100 استشارية رضاعة طبيعية، استشاري دولي، وهذه يعني شهادة دولية في العالم كله. الحمد لله رب العالمين. الجمعية تقوم بعدة أدوار سواء في أسبوع الرضاعة وطوال العام، لكن في أنت سألتها عن أسبوع الرضاعة، أسبوع الرضاعة شاركنا بمحاضرات يومية تفاعلية من اليوم الأول يوم الأثنين حتى يوم الأحد. تمام. أسبوع كامل يومية محاضرات تفاعلية عن بعد، يسمعها جميع مناطق المملكة، يسمع حتى من أي بلد، في المستشفيات بأركان مختلف المستشفيات طبعا اللي تعاونت معنا، لأن إحنا جهة يعني مجتمعية، فمن يرغب التعاون معنا إحنا مفتوحين للجميع، ومن يرغب التعاون معنا نتعاون معه. فالحمد لله في الأحساء، في الرياض، في جدة، في الدمام، في الجوف، في عدة مناطق، في بعض المستشفيات تم إقامة أسبوع الرضاعة. طوال العام نقوم بتدريب العاملين سواء أطباء، دايات، قابلات، ممرضات، الطباء بمختلف تخصصاتهم في دورة ما تسمى مستشفيات صديقة الطفل. نعم. دورة 20 ساعة يجب على الأطباء العاملين في مجال الأمومة ويعني مستشفيات اللي فيها أو المراكز الصحية أن يكون عندهم هذه 20 ساعة تجدد كل سنتين. فالجمعية ولله الحمد تقوم بهذه الدورات. عندنا دورات لتخريج سيدات من المجتمع لديهم القدرة على تقديم المشورة، وليس بالضرورة أن يكونوا من الطاقم الطبي، يعني مثل مهم قابلات ولكنهم قابلات بالعزيمة والتحفيز للآخرين من السيدات، يعني هذول يأخذون دورة منهجها نعم منهج الدورة من WHO واليونيسيف في كل دول العالم. بعد التخرج من هذه الدورة تدرب نظريا وعمليا على كيف تقدم المشورة للأم. فحنا ولله الحمد إلى الآن خرجنا فوق 70 سيدة. ممتاز، وإن شاء الله أكثر، عقبال 70,000 يا رب بإذن الله. إحنا هدفنا إن شاء الله نصل بنهاية 2023 إلى 1,000 سيدة بإذن الله. إن شاء الله، بالعكس ممتاز، لأنه بنشرون العلم، بنشرون التحفيز، بيساعدون السيدات الأخيرة، يعني زي الفاميليارز يصيروا زي اللي هو مرافقين للسيدات اللي هم ممكن ما يكون عندهم الفرصة أنهم يكونوا مع دكتور مستمرين في مواعيدهم، فهذول بيعطوهم المشورة. إحنا بحاجة إلى مجموعات دعم، مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية لابد أن يكون فيها أحد عنده الخبرة وعنده العلم الصحيح، ويعرف متى يتوقف عن يعني يعرف حدوده. أنا والله لما تأخذ المرشدة المعلومات وتأخذها من مصدرها الصحيح وتأخذ دورات، تعرف أنه والله في هذه الحالة أحتاج أني أحولها على طبيبة أو استشارية رضاعة، وتدعمها فيما تستطيع هي. ممتاز. بإذن الله عندنا دورات مستقبلية مكثفة لإعداد للاستشارية الرضاعة لكن مستقبلا. طب دكتورة سؤال لو سمحتي، الآن طبعا السيدات بيسمعون الآن بالراديو، فدكتورة فاطمة كيف بإمكان السيدة أو تنضم لهذه الدورات عشان تكون الأعضاء الفاعلين في هذه الجمعية؟ أي والله شكرا على سؤالك. حساب الجمعية موجود على تويتر وعلى انستغرام، ونعلم فيه عن الدورات. عندنا دورة إن شاء الله في شهر سبتمبر، شهر القادم.
بإذن الله تكون يكون ينتشر أكثر. الآن كان التدريب في الدمام وفي الرياض وفي جدة. ممتاز. آخر الدورة الأخيرة بإذن الله ننتشر في مناطق أخرى. طبعاً إحنا من أهدافنا أيضاً إن يعني نصل إلى وسائل الإعلام، من أهدافنا إن إحنا نساعد الأمهات في الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد عودتها للعمل بتهيئة غرف، يعني بتشجيع أصحاب العمل بتهيئة غرف للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل. ممتاز، وهذا يعتبر شيء جدا يعني هذا بالعكس بيشجع الإرضاع الطبيعي عشان ما يكون في حاجة تمنعه أو أي عائق من العوائق. نعم، حتى لو تستطيع الأم أحضار طفلها تستطيع أنها تفرغ الحليب وتحتفظ فيه وتعطيه طفلها، يعني يعطيه اللي معها الطفل باليوم التالي. ممتاز. وبالتالي لا يتوقف إدرار الحليب، لأن إدرار الحليب يتأثر ببقائه، يعني إذا بقي الحليب في الثدي أكثر من 3 ساعات يروح تنبيهات للدماغ بأن ما في أحد يبغى هذا الحليب، لم يتم استهلاكه، يقل الإنتاج. نعم، ولكن استمرارية تفريغ الحليب تساهم في الإنتاج في الإفراز. نعم. استمرار الأم نعم بالرضاعة الطبيعية، وهذا جدا مهم، وتمنى هذه المبادرة تلقى لها دعم يعني مجتمعي ومن أصحاب العمل حتى تستمر هذه المبادرة بإذن الله. بإذن الله يا رب. دكتورة في سؤال. اي تفضلي. نعم. اتفضلي تفضلي دكتور. من الجهات نعم. الفاعلة ايضا، من الجهات الفاعلة احنا نحاول ان احنا نعمل ابحاث مجتمعية حتى نقيس وضع المجتمع حاليا، وبإذن الله بعد سنة أو سنتين كل مرحلة نقيس الوضع فيه. لكن نحتاج إلى جهات بحثية تدعم توجهات الجمعية حتى تحقق يعني هدفها. إحنا جمعية، لازلنا جمعية ناشئة، نريد أن نخدم المجتمع بما نستطيع ونوصل رسالتنا ويستفيد منها أفراد المجتمع. أنا كمان ما أسميها مجرد رسالة دكتورة فاطمة، أقدر أسميها طريقة حياة، وطريقة حياة صحية أيضا. يعني هذه مو بس رسالة، هذا يعني كأننا بننشر وعي وصحة، وحتى جيل جديد ناشئ بصحة وعقل ممتاز، لأنه يتميز الطفل اللي أخذ رضاعته بالشكل الصحيح بأنه برايت، يكون تفكيره أفضل، مخه أذكى، يكون طفل صحي فعلا. دكتور هذه حتى سبحان الله الإنتاجية، قياس إنتاجية المجتمع، لقوا إن وش العوامل الاقتصادية اللي أثرت، يعني شو اللي خلى المجتمع هذا اللي عنده الرضاعة الطبيعية مرتفع المجتمع أقل. العامل الرئيسي هو زيادة ذكاء المجتمع، يعني 100% سبحان الله الكلام اللي أنت قلته. نعم، يعني احنا نبغى اطفالنا يكونون اذكياء، ما يتعبوننا في المدرسة، يروحون تخصصات نافعة لمجتمعهم، يكونون هذا نهتم بالرضاعة. وبالعكس وحيقرب ما بين الأم وما بين طفلها الرضيع، بدل ما تدخل بينه وبينها إنسانة تهتم فيه، أو يعني يقول صانعة أو دادة أو مهتمة فيه، تصير هي تهتم فيه بقربه منها، ويصير العلاقة حتى المجتمعية أقرب وأكثر. فيها أبعاد كثيرة لو هم ركزوا فيها وشافوا أن هذه الرسالة طريقة وطبيعة حياة فعلا. دكتورة فاطمة أنا جدا ممتن لوجودك معنا اليوم في الحلقة ولمعلوماتك الرائعة اللي أنت فعلا أفتينا فيها وأفت المستمعين. الله يحفظكم، وإن شاء الله تستفيدون أكثر وتكونون أعضاء معانا في جمعية الرضاعة الطبيعية بإذن الله. بالعكس هذا شيء يشرف الجميع ويشرف أي بنت أو أي امرأة أو أي رجل أنه فعلا يدعمكم ويكون هو جزء من هذه المنظومة اللي أنتم بدأتوها يا دكتورة فاطمة. الله يسعدكم يا رب، لينفع بنا وبالمجتمع يا حي القيوم. أمين يا رب. كان معنا طبعا في حلقتنا اليوم بعنوان لننهض بالرضاعة الطبيعية دكتورة فاطمة الجعوان. دكتورة فاطمة الجعوان هي رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية والعضو المؤسس لها. شكرا لك دكتورة فاطمة، إلى لقاء إن شاء الله متجدد. شكرا لك وجزاك الله خير. وإياك يا رب، في أمان الله ونهارك سعيد، مع السلامة. طيب أعزائي المستمعين، كده ننتهي طبعا من لننهض برضاعة الطبيعية في حلقة طبابة. كنت معاكم من خلف المايك أنا هاني المهندس، ومعنا من الإخراج والكنترول الأستاذ جابر، وطبعا حنكون معاكم إن شاء الله بنفس الوقت ومع عنوان طبي جديد. أنتم تستمعون لإذاعتكم ألف ألف أفهم، في أمان الله.